السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طارق أبو زهر في المحاضرة الخامسة من كورس الـ HTML. النهاردة هنكتب أول كود بإيدينا بشكل فعلي. إحنا حضراتكم لازم نلتزم بالقواعد والقوانين بتاعت الـ HTML. قبل ما التزمناش بيها بالقواعد والقوانين دي مش هنعرف نكتب كود. قواعد الـ HTML إيه هي؟ إن هي التاكس. إيه التاكس دي؟ أنت حضرتك على سبيل المثال بتعمل عنوان او باراجراف او صورة او صور للموقع او زر، عشان تضيف الكود او حضرتك تضيف الفيديو ده لازم تعمل تاج. ايه التاج دي؟ بداية ودي نهاية. قبل الفيديو بنكتب حاجة معينة، كود معين بيتم من خلاله في الوسط بيتم الرابط بتاع الكود زي التايتل العنوان وبتظهر قدامنا. تعالى كده نكتب مع حضراتكم ونشتغل. انا كتبت سو هاش تي، وجيت تاني عملت تحديث ظهرتني سوهاش تيم. طب ايه ده؟ طب ده كود؟ ما فيش كود. هي الطريقة بتاعت ال HTML5 بتتعامل زي الدوكمنت، زي المستند بتاع الكتابة. يعني حضرتك ادينا قدامكم كتبت اي حاجة بتتعامل بطريقة المستند بالظبط. طيب تعال نكتب على سبيل المثال نوضح كالآتي. انا عاوز اعمل عنوان التاج. اوريكم ازاي طريقة التاج. طريقة التاج بتتعمل بتتكتب اول بدايتها السهم اللي حضراتكم شايفين من الشيفت واو، وعاوز اعمل عنوان لمقالة، عنوان للصفحة، عنوان لاي حاجة، بضغط على الاتش. احنا زي ما حضراتكم دي بتبدأ معنا من 1 لـ6 وهي جاية في الهيد في الرأس، يعني العنوان 1 أكبر حاجة و6 أصغر حاجة. فأول ما بضغط 1 أختار 1 وأقفل. مجرد ما قفلت اللي هي التاج الأولاني على سبيل المثال جعلت البداية والنهاية. طب البداية والنهاية هنا هكتب إيه؟ بينهم هكتب العنوان اللي حابب ده أكبر مقاس من 1 وقلنا أصغر مقاس 6، هكتب سوهاج تيم. هنيجي نعمل تحديث. بصوا يا جماعه الاول بس نفتكر، بص كان الحجم قد ايه. بص دلوقتي زي ما حضراتكم انتوا شايفين. طب اوضحها لكم اكتر، ندوسوا انتر ونكتب عادي زي ما كنا كاتبين سوهاش تيم. نيجي نعمل تحديث. بص الفرق بين العنوان الاولاني اللي كان عاطي ليتش 1 اضنيه وليتش، وهنا العنوان الاساسي اللي احنا كتبناه العادي خالص من غير التاج. احنا عاوزين نعرف ان التاج زي ما حضراتكم عرفنا ونعدوها تاني، ان ليه بدايه وليه نهايه. طيب النهايه لازم تكون في داش، لازم يكون في داش. نكتبها تاني ونوضحها تاني. انا عاوز اكتب عنوان فرعي تاني، بكتب شيفت واو اتش 2 على سبيل المثال واقفل القوس بالزايد عدي لها. هكتب سوهاج برضك نفس الحكاية سوهاج تي. هنيجي نعمل تحديث. بص العنوان الاساسي رقم 1 اعطيه ايه والعنوان رقم 2، وعاوزين نوضحها عشان خطوط. تعالى برضك نوضح تاني، ندوس حضراتكم. انا دلوقتي هستخدم هنا اخليها 3 وهنا اخليها 3. نفس الحكاية هنا اخليها 4 وهنا اخليها 4. وهنا اخليها 5 وهنا اخليها
5. ونيجي نضغط تحديث كده. شفتوا حضراتكم؟ شفتوا حضراتكم ظهر معانا الخطوات اللي شفناها؟ فدي الايه الخطوات عندنا الاتش واحد للعنوان بيبدأ من اتش واحد وتنتهي باتش ستة. الاتش واحد ده بيستخدم للعنوان الاساسي لمدونة لمقالة حسب ما نشتغل عليها. وزي ما اتفقنا ان التاج ليه بداية وليه نهاية والنهاية بتاعته لازم يكون فيه داش. طب انا دلوقتي في بعض التاجات ملهاش غير بداية فقط. ازاي؟ ايه الكلام ده؟ ملهاش نهاية. ندوس اتش ار، ندوس انتر. شايفين حضراتكم ملوش نهاية. اول ما دوست انتر ما جابليش النهاية. طب ليه؟ اول ما قفلت القوس مفيش. ليه؟ لانه هو اصلا بيدل على نفسه. ليه؟ لان هو التاج ده اصلا خاص بعمل سطر، هو بيدل على نفسه. احنا مش بنشرح اكواد، احنا بنوضح بس طريقة الشكل بتاع الكود اللي حضراتكم عاوزين تشوفوه. ده زي ما بنتكلم ده سنجل تاج. ايه سنجل تاج؟ على سبيل المثال ان هو ملوش نهاية، ايه منفرد، ملوش غير ايه بداية فقط لا غير. احنا دلوقتي عرفنا الفرق بين التاج العادي هذا ليه بداية وليه نهاية و التاج السنجل على سبيل المثال ملوش غير بداية بس. هنكتب اتش ار تاني وندوس انتر. ننزل تاني برضه اتش ار وندوس انتر. ندوس على سبيل المثال تحديث. حضراتكم اديكم انتم شايفين الحاجات اللي بتظهر قدامكم. ده سنجل تاج. وتيجي برضك نوضح حاجة بسيطة جدا. ايه هي؟ هنمسح كده ونشوف الاتي. زي ما انتم حضراتكم شايفين ان احنا دول جايين على سطرين مختلفين. ليه دول جايين على سطرين مختلفين؟ تعال نشوف حضرتك احنا دلوقتي لو احنا جبناهم جنب بعض كده ودوسنا برضك تحديث، برضك نفس الحكاية جايين على سطرين مختلفين، سطرين مختلفين، ورغم ان هنا جايين على سطر واحد. عاوزين نعرف ان دول ده التاج ده عنصر بلوك. عنصر بلوك ده لازم يجي على سطر واحد، ودي هنوضحها لكم في محاضرات قادمة بإذن الله بالتفصيل ايه العنصر البلوك. طب انا دلوقتي جيت نزلت وعملت مسافات تحت بعض وجيت عملت تحديث، مفيش اي حاجة، متأثرتش، لان هو مبيعترفش بالمسافات دي، بيعترفش بالمسافات دي زي ما حضراتكم انتوا شايفين. انا في المحاضرة دي بس هعلمك، مش جاي اعلمك على سلسلة الاتش ار ولا الاتش ون او ان كذا، انا بفهمك تركيبة الاتش تي ام ال. كل الكلام ده هيتشرح بالتفصيل في المحاضرات القادمة، وبس حبيت اوصلكم معلومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.